مرحبا أطفال صف الروضة الأولى مع المشروع الخامس شريط تعليمي في المجال الفني. هيا نصنع قبعة الساحرة. لصنع قبعة الساحرة أحتاج إلى كرتون ملون، مقص، ولاصق. هذه هي الساحرة. بعد أن أحضرنا الوسائل المطلوبة، هيا بنا نتبع الخطوات، نراقب الصور ونقوم بصنع قبعة الساحرة الجميلة. نلف الورق، نقص الأطراف، نصنع قاعدة للقبعة، نزين القبعة بدوائر ملونة، نلصق الدوائر على القبعة ونحصل على قبعة الساحرة. هل يمكنكم تنفيذ هذا النشاط؟ بانتظار أعمالكم. إلى اللقاء.